قصف بالطائرة المروحية على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. برميلين متفجرين دفعة واحدة على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتا بالبراميل متفجرة. الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتا بالبراميل متفجرة والدخان يتصاعد. 23/2/2015. الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي بالبراميل متفجرة. برميلين متفجرين دفعة واحدة على مدينة كفر زيتا. 23/2/2015. إذن هذا برميل في هذا الاتجاه وهذا برميل في هذا الاتجاه.